الأفاتار هي شخصيات وهمية يستخدمها بعض أصحاب القنوات على اليوتيوب لتمثيل أنفسهم أو للتواصل مع الجمهور. قد يكون لديهم شخصية محددة ومظهر مميز يتمثل في شخصية كارتونية أو رمزية أو شخصية مجردة، وعادة ما يستخدمون الأفاتار للحفاظ على الخصوصية أو لخلق هوية فريدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وضعت فيديو شرحت فيه طريقة عمل الأفاتار وكيفية تحريك فم شخصية الأفاتار عبر موقع فلور 33، لكن للأسف هذا الموقع لم يعد يشتغل حاليا، لهذا سأقوم بشرح 3 مواقع من أفضل المواقع لعمل شخصية الأفاتار، فتابعوا معي الشرح. فلعمل شخصية الأفاتار لابد لك من إنشاء صورة، فالموقع الذي اخترته هو موقع Playground لإنشاء الصور. سوف تضغط هنا على، فبعد التسجيل تضغط هنا على Create هكذا لإنشاء صورة للأفاتار. هنا سوف أضغط على هذا المكان في اليسار هكذا وأنزل أسفل Create On Board. سوف والآن سوف أختار هذا الريال في اس اكس ال هكذا، وآتي إلى هنا في الموديل، هنا أختار ستابل ديفيزيون اكس ال، وهنا أختار هذا 768 على 512، وأنزل إلى هنا وأختار ال ام اس، وهنا أختار 4 صور، وهنا سوف أضع البرومتس الذي سوف أضعه في أول تعليق أو في الوصف أسفل الفيديو. للإشارة فقط، إن لم تعجبك هذه الصور فيمكنك الضغط على هذا المكان وتغيير أشكال الصورة إلى الأشكال التي تريدها. اختار أي شكل هنا، ثم اذهب إلى هذا المكان في اليسار هنا في هذا المكان، واختر أيضا أي شكل من هذه الأشكال، سوف يتغير معك شكل الصورة. يوجد موقع آخر جيد لإنشاء الصور، هذا الموقع اسمه برومي آي، يقوم بإنشاء صور جيدة أيضا. ما عليك فقط الدخول إلى الموقع والتسجيل فيه، ثم النزول إلى هنا والضغط على AI Image Generator هكذا هكذا، وهنا هنا سوف تكتب الوصف هكذا الوصف الذي تريده، وهنا سوف تضغط على ستايل لكي تختار الستايل الذي تريده. أنا سأختار فانتازي مثلا، هنا سوف أختار مقاسا للصورة 16x9 هكذا، وهنا سوف نضغط على جينيريت هكذا. سيقوم الموقع بإنشاء 3 صور، كما تلاحظون أنا قمت بإنشائهم مسبقا. هذه هي الصور، ستختار أي واحدة من هذه الصور وتضغط هنا على داونلود هكذا. تريد إنشاء صوت للأفاتار بدون صوتك أو بغير صوتك، فأحسن موقع فهو 11 Labs، هذا الموقع جيد جدا في إنشاء الأصوات. ما عليك هو أن تقوم بالتسجيل في هذا الموقع، ثم تذهب إلى Voices هنا، تذهب إلى Explore هكذا لاختيار صوت المعلق. عند هنا سوف تسمع صوت المعلق فعند اختيار أو أي معلق تضغط هنا هكذا، واضغط على Add Voices هكذا Finish. انتبه إلى اسم المعلق، مثلا هنا هذا الاسم ألبرت، سوف أذهب هنا سوف أضغط هنا على Speak هكذا، وأضغط على Text to Speak هكذا، ثم أنزل إلى هنا، سوف أنزل إلى هنا وأبحث عن اسم المعلق الذي اخترته، هذا اسم ألبرت، أضغط عليه هكذا، وهنا سوف أقوم بلصق الكلام الذي قمت بكتابته. والآن فإذا أردت تحريك فم شخصية الأفاتار، سوف أقوم بشرح أول موقع وهو دوب دوب AI Avatar. هذا الموقع يقوم بتحريك فم شخصية
الأفاتار هنا سوف أدخل إلى الموقع، هنا سوف نقوم بالتسجيل، فبعد التسجيل سأضغط هنا على استوديو هكذا، ثم سوف تأتي إلى هنا اليمين وتختار AI Avatar. هنا سوف تضغط على Create Your Avatar هكذا وتختار الصورة، الصورة التي قمت بإنشائها، ثم تضغط على هذه الصورة هكذا. عند تحميل الصورة سوف تنزل هنا إلى الأسفل وتضغط على Upload Unload Audio هكذا، وتأخذ الأوديو التي قمت بإنشائه في موقع 11 Labs هكذا، تأخذه هنا وتنتظر حتى يحمل معك الأوديو. فبعد تحميل الأوديو تضغط على سيف هكذا، وتأتي إلى الفوق وتضغط على Generate Talking Avatar هكذا، وتضغط على Generate. كما تشاهدون قام موقع دوب دوب بانتهاء من عمل شخصية الأفاتار. الأفاتار هي شخصيات وهمية يستخدمها بعض أصحاب القنوات على اليوتيوب لتمثيل أنفسهم أو للتواصل مع الجمهور. قد يكون لديهم شخصية محددة ومظهر مميز يتمثل في شخصية كرتونية أو رمزية. أو أما عن موقع الثاني لتحريك فم شخصية الأفاتار وهو موقع سيد تالكر، هذا الموقع ستضغط على أول رابط هنا، ستفتح معك واجهة الموقع هكذا، ستنتظر حتى يفتح معك الواجهة، تكون الواجهة على هذا الشكل. هنا سنضغط على هذا المكان لتحميل الصورة التي قمنا بإنشائها، سوف نأتي إلى هنا ونضغط على فول إذا أردنا الصورة كاملة هكذا، وهنا سوف نضغط على 512 هكذا، وهنا سنضغط على هذا المكان هنا، ونأتي إلى هنا ونختار الأوديو الذي قمنا بإنشائه عبر موقع 11 Labs هكذا، ثم نضغط على جنر. كما ترون معي لقد قام موقع سيد تالكر بإنشاء الفيديو وتحريك فم شخصية الأفاتار بطريقة ممتازة وجيدة صراحة. قنوات على اليوتيوب لتمثيل أنفسهم أو للتواصل مع الجمهور. قد يكون لديهم شخصية محددة ومظهر مميز يتمثل في شخصية كرتونية أو رمزية أو شخصية مجردة وعادة. وأما الموقع الثالث فما عليك فعله هو الذهاب إلى جوجل وكتابة الديسكورد، تضغط على أول رابط هنا، سوف يظهر لك هذه الواجهة، تدخل عليه هنا من النافيغاتور على الديسكورد وتقوم بالتسجيل فيه عبر جيميل حقيقي، يكرر جيميل حقيقي ليس إيميل بل جيميل حقيقي. المهم فبعد التسجيل في موقع الديسكورد ستفتح متصفح جوجل مرة أخرى وتكتب هذا الرابط الذي سوف أضعه في أول تعليق هكذا، ثم سوف تضغط عليه هنا، سيدخلك مباشرة إلى الديسكورد هكذا، ستقبل الدعوة هكذا. الآن سوف يدخلك إلى الديسكورد. الإشارة ما عليك فقط أن تبقى في نفس المتصفح، إذا فتحت الديسكورد بجوجل كروم سوف تبقى في جوجل كروم، لا تفتحه في مكان آخر. المهم هكذا هنا سوف تجد هذا الموقع يقوم بعمل كثير من الناس فيه أعمالهم وأشياءهم، هذا هو الموقع. فقط هو الضغط في هذا المكان هكذا وكتابة بزر لوحة المفاتيح زر سلاش أو شرطة مائلة هكذا، وهنا سوف تضغط على أبلود هكذا، هنا سوف تجد الإيميج وهنا سوف تجد الأوديو، تضغط هنا لاختيار الصورة التي قمت بإنشائها
هكذا سوف أختار هذه الصورة، وهنا سوف أقوم باختيار الأوديو الذي قمت بإنشائه عبر موقع 11 Labs هكذا، والضغط على Enter من زر المفاتيح. فكما تلاحظون لقد قام موقع كلون باي مي بإنشاء لفيديو لشخصية الأفاتار مع مزامنة الأفاتار هي شخصيات وهمية يستخدمها بعض أصحاب القنوات على اليوتيوب لتمثيل أنفسهم أو للتواصل مع الجمهور. قد يكون لديهم شخصية صراحة. فموقع كلون باي مي يعطي أفضل النتائج وأحسن موقع في هذه المواقع الثلاث التي قمت بشرحها، ويبقى موقع كلون باي مي هو أفضلهم، لأنه يقوم بتحريك فم الشخصية متزامنة مع الكلام وحركات العينين وحركات الوجه كلها، وكأنه يتحدث حقيقي كما تلاحظون. حركات جيدة، وأفضل موقع حاليا أعتبره لتمثيل أنفسهم أو للتواصل مع الجمهور. قد أردت أن أقول على أن هذا الموقع يأخذ بعض الوقت في إنشاء هذا الفيديو، ولكن يعطي نتائج ممتازة. فإذا أعجبك الفيديو سوف تضغط هنا على تيليشارجي أو داونلود أو تحميل لتحميل الفيديو.